نصب على حضراتكم مرة تانية، والنهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم. لكن خلونا في البداية نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها حضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتفال مصر بليلة القدر. سيادة الرئيس كرم عدد كبير من حافظة القرآن الكريم من داخل مصر ومن خارجها، ومنحهم شهادات التقدير ومنحهم أيضا الجوائز المالية. أكيد امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى اجتماع تابع فيه جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وكمان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين ووجه بتفعيل غرف الطوارئ والأزمات خلال أجازة عيد الفطر المبارك. خلينا نتابع أكتر في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال مصر بليلة القدر، وكرم سيادته عدد من حافظة القرآن الكريم من مصر والخارج، ومنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية. وخلال الاحتفالية قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن طريق العمل الدؤوب والكفاح المتواصل والصبر الواثق والإيمان المطمئن هو السبيل الحتمي لمن ابتغى السداد والنجاح، وهو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه بثقة في الله عز وجل وفي قدرات شعبنا العظيم وإمكانياته، وفي إيمان هذا الشعب بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأنه لا جزاء للإحسان سوى الإحسان. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وده في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، وأكد مدبولي أهمية الاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك من خلال تفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات، بالإضافة لتكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق. امبارح اجتمع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الاستقرار ويؤكد الوجه الحضاري للبلاد. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل أمام الحركة المرورية في أسوان، وتنظيم المعرض الثاني لدعم المشروعات الصغيرة في الإسكندرية. امبارح أيضا في أخبار المحافظات تم الانتهاء من رصف وتخطيط مدخل مدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، وتم افتتاح مركز خدمة عملاء شركة المياه بتكلفة بلغت 3 مليون جنيه في محافظة قنا، وأخبار تانية كتير من محافظات تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق أمام الحركة المرورية بعد انتهاء الشركة المنفذة من تنفيذها وفقاً لقياسات الجودة العالمية. في الإسكندرية نفذ حي تاني المنتزه المعرض التاني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع استقبال عيد الفطر المبارك، وتضمن منتجات أغذية مصنعة بالمنزل بالإضافة لمنتجات الملابس الجاهزة والتجميل. في الغربية انتهت المحافظة من رصف وتخطيط مدخل ومدينة كفر الزيات وشارع الزربيني، واللي بيعتبر أحد أهم الشوارع الرئيسية المهمة اللي بتربط المدينة بالطريق الزراعي طنطا الإسكندرية. في الدقهلية نظمت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية في قرية كفر يوسف مركز شربين، واللي بتبعد عن مستشفى شربين 16 كيلو، وتم توقيع الكشف على 1141 مريض وتوفير العلاج بالمجان. في كفر الشيخ تم تنفيذ أعمال 54 مدرسة ما بين الصيانة الشاملة والإنشاء الجديد بنسبة 100% ومراجعة موقف الفرش والتجهيزات وتوصيل المرافق والعدادات. في قنا تم افتتاح مركز خدمة العملاء الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم، وبلغت تكلفة إنشاء المركز 3 مليون جنيه، وبيستهدف تقديم كل الخدمات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي من دفع فواتير العملاء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.
في الوادي الجديد وجهت المحافظة بدراسة دمج النباشين ضمن منظومة النظافة من خلال متعاهد المنظومة وقيام الوحدة المحلية بتوزيع صناديق قمامة بين العمارات السكنية.